يقول السيد محمد دحلان أن الإدارات الأمريكية السابقة كانت تستطيع أن تستخدم وسائل كثيرة للضغط على الحكومات الإسرائيلية، ولكنها لم تستخدم هذه الوسائل تحديدا في موضوع الاستيطان. الآن ماذا يستطيع أن يفعل أوباما؟ هناك وسائل متاحة، ولكن السؤال ما هو الثمن السياسي؟ هل سيستخدم هذه الوسائل؟ بالتأكيد إسرائيل تحصل، أو هي أكبر طرف يحصل على مساعدة بجانب أفغانستان. إذن أحد أكبر المتلقين للمساعدة الخارجية الأمريكية. تحدثنا عن أن تم التهديد أو تعديل بعض هذه المساعدات ردا على أنشطة الإسلامية في الماضي. هذه الوسيلة متاحة أمام الولايات المتحدة. الرئيس أوباما لديه أيضا فرصة لتقليل التعاون الدفاعي. هناك ربما اتفاقيات دفاعية لاعتراض الصواريخ أو مشاريع مشتركة دفاعية. كل هذه الأمور يمكن أن تخفض. أيضا مبيعات السلاح إلى إسرائيل في التكنولوجيات الحديثة. لكن ما الثمن السياسي لذلك الذي يمكن أن يضطر إلى دفعه أوباما في حال أراد الحفاظ على هذه المفاوضات أقله إلى الشهرين المقبلين؟ سياسيا الأمر صعب للرئيس أوباما، لأنه البعض في الحزب الجمهوري يشعرون أنه ربما بالغ أكثر من اللازم في التواصل مع المجتمع المسلم وأبعد الولايات المتحدة قليلا عن إسرائيل عما كان عليه الوضع في الماضي. إذن سياسيا الأمور قد تكون صعبة عليه لتخفيض هذه البرامج التي تحدثت عنها. نعم سيد محمد دحلان، أعود إليك في رام الله، وبالعودة إلى ما كان يتحدث به كينيث كاتسمان قبل الفاصل بأن هناك ظروفا إقليمية وتجارب سابقة، تجربة غزة وتجربة لبنان، ربما تدفع نتنياهو إلى أن يكون في هذا الموقع، وأن هناك ضغوطا ومخاطر إقليمية على إسرائيل نفسها تضع نتنياهو في هذا الموقع. هل يتفهم الفلسطينيون أثناء مفاوضاتهم مع نتنياهو، أو هل يطرح عليهم مثل هذه الهواجس التي تجعله متشددا في الملف الفلسطيني؟ لا هذه أهم كذبة في التاريخ، أن الوضع الإقليمي هو الضاغط على نتنياهو. الضاغط على نتنياهو هو ليبرمان، والضغط على نتنياهو هم المستوطنون، والضغط على نتنياهو هو مقعد رئيس الحكومة. اتركك من التفاصيل التي يتحدث ويدعي فيها. في السابق كانوا يدعوا أن القوات العراقية ستأتي بدبابات لتقتحم وتحتل الأردن، ثم تأتي لغور الأردن، أي المنطقة التي يريد أن يصادروها. إسرائيل تبحث عن امتيازات، تريد أن تعطينا دولة قزمة. هذا كان منذ عهد باراك وحتى هذه اللحظة. أما مفهوم نتنياهو للانسحاب من لبنان أو من غزة أو نموذج لبنان وغزة، نعم السبب في ذلك إسرائيل وليس ما جرى وليس الحدث نفسه. لو انسحبت إسرائيل من لبنان باتفاق مع الحكومة اللبنانية لما حدث ما حدث. باراك هرب من لبنان، نحن لسنا طرفا في ذلك، هو هرب من طرف واحد، وكل العالم وإسرائيل تقول ذلك، والأحزاب في إسرائيل يقولوا ذلك. نحن لسنا، ليس لنا شأن في ذلك، هذا شأن إسرائيلي ولا علاقة لنا بذلك، ولكن يجب ألا ندفع ثمن ذلك. أما في قطاع غزة فأنا كنت مكلفا من الرئيس أبو مازن بمتابعة ملف الانسحاب، وكنا نتمنى على حكومة شارون ليل نهار أن ينسقوا هذا الانسحاب معنا. رفضوا رفضا مطلقا واتخذوه من جانب واحد. أقول لك أكثر من ذلك، كنا نتمنى على حكومة شارون ليل نهار أن تنسحب من مستوطنتين في قطاع غزة قبل الانسحاب بشهرين فقط، ورفض. قال إن مستوطنة نت سريم مثلها مثل تل أبيب، ثم بعد ذلك يعني خرجوا من قطاع غزة. ولا أريد أن أعطي تحليلا لذلك. لذلك كل الاتفاقيات التي تمت بين إسرائيل والدول العربية صامدة يعني حتى لا تريد أن تعطيه بينها وبين مصر. لا لأن هناك اتفاق بين إسرائيل وهذه الدول. كان الانسحاب الإسرائيلي من سيناء ومن الأردن باتفاق بينها وبين الدول، ولذلك صمد هذا الاتفاق بينها وبين مصر وبين الأردن.
أما في المناطق التي انسحبت من طرف واحد ودون اتفاق حدث ما حدث، ولا أريد أن أقول ماذا كانت استراتيجية إسرائيل من انسحاب من طرف واحد من قطاع غزة، أترك هذا لمناسبة أخرى. الادعاء بأن العراق في السابق حين كنا في كامب ديفيد أنا ناقشت الموضوع الأمني بوجود الرئيس كلينتون، وادعى الوفد الإسرائيلي أنه مش راضين انسحبوا ورفضوا الانسحاب من غور الأردن لأنه يخافوا من القوات العراقية. الآن انتهت كذبة القوات العراقية، جاءتنا القوات الإيرانية. في هذا الزمن، والسيد كينيث خبير في هذه الأمور، في هذا الزمن الذي تستطيع فيه صواريخ من أكثر من مكان أن تصل إلى عمق إسرائيل، تغير مفهوم الأمن الإسرائيلي. لم يعد حجج السيطرة على الأرض تستطيع أن تحمي دولة إسرائيل. إسرائيل يستطيع أن يحميها فقط السلام، والسلام فقط، وسلام إقليمي وأمن إقليمي. ما دون ذلك لا تستطيع إسرائيل أن تحمي نفسها إلى الأبد إذا استمرت في احتلال أراضي الغير. نعم. لذلك نحن من وجهة نظرنا أن السلام يخدم بالجانب الفلسطيني مثل ما يخدم الجانب الإسرائيلي. طيب سيد كينيث، كان لديك تعليق حول حديث سيد دحلان عن غزة وطريقة الانسحاب منها؟ هذه القضية. لمدة سنوات الدول العربية والآخرون كانوا يقولوا أن إسرائيل تتوسع وأنها دولة توسعية وتقضم الأراضي من هنا وهناك، ثم انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وانسحبت من غزة، ورغم ذلك لم تحقق السلام. ليس لأنه لم يكن هناك اتفاق مع هذه الدول، ولكن بسبب أن هذه الدول وهذه الكيانات لم تكن قوية لدرجة أن تضع هذه المجموعات داخل قفص. هذه القضية، قوة هذه الجماعات، حماس وحزب الله، هذه ليست حزب الله لديه الآن 40,000 صاروخ، وكان هناك خسائر في الحرب ضد حزب الله ضد إسرائيل. إذن هذه ليست تهديدات وهمية التي تواجهها إسرائيل، على الرغم من أنها انسحبت وظنت أنه من خلال هذا الانسحاب ستجيب على الانتقادات بأنها كيان يهدف إلى التوسع. نعم، يعني على كل حال هذا ملف يعني فيه كثير من النقاش، لكن سيد أحلام دعني أعود معك إلى الواقع الآن. السلطة الفلسطينية، القيادة الفلسطينية، منظمة التحرير الفلسطينية في حال نجحت في اجتماع لجنة المتابعة العربية الجمعة المقبل في ليبيا في أن تستحصل على قرار وموافقة واضحتين من العرب بوقف المفاوضات المباشرة، ما هي الخطوة التالية؟ ما هي الأوراق التي في أيديكم؟ ما هو البديل الذي لديكم؟ هل فقط ستراهنون على استمرار التواصل مع الإدارة الأمريكية في